مرحبا شباب، اهلا بكم في فيديو جديد. معكم اخوكم يوسف. النهارده ان شاء الله نتعرف على اللاعبين المشاركين في مستر اولمبيا 2022 في الوزن المفتوح. نتمنى كل التوفيق لبيج رامي، وطبعا بيج رامي مستريح السنه دي على الاخر، واخد وضعه افضل من السنه اللي فاتت، وان شاء الله باذن الله بيكون هو البطل لمستر اولمبيا في الوزن المفتوح. النهارده هناخد نظره سريعه نشوف مين اللعيبه المشاركه. طبعا انا هقول اللعيبه المهمه، في اكثر من حوالي 6 أو 7 لاعبين مش هذكرهم لانهم مش معروفين ومستواهم سيء جدا، فاكيد يعني هتكون مشاركتهم بس صوريه. البطوله السنه دي قويه جدا، في لعيبه مشاركه السنه دي اول مره تشارك في مستر اولمبيا، هتعرفوا عليها وهقولها، لكن المنافسه السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت بكتير. في لعيبه حسنت من مستواها، في لعيبه غيرت المدربين بتاعتها، في لعيبه مشت على الطريق الصحيح، فالسنه دي المنافسه غير السنه اللي فاتت، المنافسه السنه دي اقوى من السنه اللي فاتت، والسنه الجايه كمان هتكون المنافسه اقوى من السنه دي بكتير. يعني دلوقتي من السنه دي خلينا نقول المنافسه طالعه في مستر اولمبيا في الوزن المفتوح او تقريبا في كل الاوزان، سواء ال212 او الكلاسيك فيزيك او الفيزيك، المنافسه بقت شرسه بمعنى الكلمه غير السنين اللي فاتت. فخلينا نتعرف على اللاعبين المشاركين في مستر اولمبيا في الوزن المفتوح لعام 2022. طبعا حامل اللقب بيج رامي، ان شاء الله نتمنى له كل التوفيق. طبعا بيتمرن مع تشاد نيكولاس، كان مدرب روني كولمان. بيج رامي السنه دي مستواه افضل بكتير من السنين اللي فاتت، الكونديشننج بتاعه كويس جدا، البروبوشن بتاعه كويس جدا، ان شاء الله هتشوفوا بيج رامي السنه دي افضل من السنه اللي فاتت. طبعا اللاعب الثاني محمد شعبان. هو في عندنا 4 لاعبين عرب مشاركين في الوزن المفتوح في مستر اولمبيا. اول لاعب هو بيج رامي، ثاني لاعب هو محمد شعبان. محمد شعبان تبع كوس كواد تيم، من الناس اللي اتطورت خلال الثلاث سنين اللي فاتت تطور. يعني شوف انت بتتكلم مثلا، كنت بتتكلم عن واحد عادي، دلوقتي انت بقيت بتتكلم عن واحد تاني خالص مختلف كليا. محمد شعبان مسيرته في كمال الاجسام قصيره، مش طويل، لكن عمل تاثير قوي جدا. اللاعب اللي بعد كده حسن مصطفى. حسن مصطفى من السنه اللي فاتت غير المدرب بتاعه، حاليا راح لمدرب جديد اسمه سيمس. خليني بس اشوف صورته عشان تعرفوه. حسن مصطفى شارك تقريبا السنه دي في 5 أو 6 بطولات، يعني بصراحه مستواه كليا 180 درجه مختلف عن السنه اللي فاتت. انا بس عايز اشوف صوره مع المدرب بتاعه سيمس، من المدربين القويين جدا، وفهم طبيعه جسم حسن مصطفى وبيتعامل معاه، ومتطور بصوره كبيره جدا. انا مش لاقي الصوره بتاعت مدربه. خلاص، المهم انا هبقى احط لكم اللينك بتاعه تحت في الفيديو ان شاء الله عشان تشوفوا. في عندنا اللاعب الرابع هو محمد النصور، اللاعب الاردني او الدكتور الاردني محمد النصور. اول سنه يشارك في مستر اولمبيا، عملاق وضخم وخيالي بصراحه. اللاعب اللي بعد كده ميشيل كروزو. ميشيل كروزو طلع السنه دي من الاليت للبرو ليج اللي هو الاحتراف، يعني السنه دي، يعني دي اول مستر اولمبيا يشارك فيها. طبعا الراجل ده معروف بضخامته الغريبه او شكله الغريب، عملاق وعرض صدره عريض جدا. السنه دي اول سنه هيشارك فيها في الوزن المفتوح في مستر اولمبيا، مش عارفين هيكون شكله ازاي وسط المحترفين، لكن هو ضخم جدا. يعني عايزين بقى لسه نشوف الكونديشننج، لسه نشوف البروبوشن، لسه نشوف الماسكلاريتي بتاعته وسط اللعيبه المحترفه هتكون عامله ازاي. عندنا اللاعب اللي بعد كده فيلد بيتمرن في نفس الجيم اللي انا بتمرن فيه، هو بيتمرن في اكسجين جيم وانا بتمرن في اكسجين جيم ابو ظبي، دايما كنت بشوفه. في الحقيقه الراجل ده عملاق بمعنى الكلمه، يعني انت بتتكلم مثلا في واحد قد بيج رامي، ومن اللعيبه اللي تحس ان هو يعني حياته كلها كمال اجسام. بيتمرن طبعا هو مع كامل كرو، وبيمرنه عبد الله العتيبي على ما اعتقد، لا احمد عسكر بيمرنه، بس هو تبع كامل كرو، تبع يعني تبع فريق اكسجين جيم. من الناس الخياليه جدا، اعتقد في السنين الجايه هيكون منافس قوي. عندنا اللاعب اللي بعد كده او الدارك هورس اللي محدش شايفه اللي طلع من ال 212 للوزن المفتوح هو ديريك لانسفورد. ديريك لانسفورد السنه اللي فاتت اخذ المركز الاول في ال 212، قرر ان هو يسيب ال 212 ويطلع للوزن المفتوح. لاعب قوي جدا وجسمه بيشيل كميه عضلات غريبه، يعني في خلال المده القصيره دي انا مش فاهم هو وصل لكميه الحجم العضلي ده ازاي. انت لو شفت الفيديوهات بتاعته، طبعا انا مش عارف اشغل الفيديوهات عشان هتاخد وقت، لكن لو شفت الفيديوهات بتاعته ادخلوا على حسابه وشوفوا الفيديوهات، حاجه غريبه، عملاق بمعنى الكلمه. طبعا هو بيتمرن مع هاني رينبود، وهاني رينبود يعني مش هنتكلم عليه، الراجل ده يعني عنده بيتكلم في 20 25 مستر اولمبيا.
فهيكون منافس قوي جدا في الوزن المفتوح. وطبعا قرار جميل جدا وذكي ان هو ساب 2-1-2 وطلع للوزن المفتوح. اللاعب اللي بعد كده ويليام بونك. ويليام بونك السنه اللي فاتت اخذ المركز السادس او السابع، واخذ اخذ مركز متاخر جدا لان كان عنده جينو اللي هو التسدي، فكان بصراحه مخرب شكل جسمه على الاخر، فللاسف الشديد طلع بره التوب 6. السنه دي مستوى خيالي جدا، فنتمنى ان احنا نشوفه مستوى افضل من السنه اللي فاتت. اللاعب اللي بعد كده هادي شوبان الايراني. طبعا هو موجود دلوقتي في امريكا بقاله فتره تقريبا شهر، طبعا بيتمرن مع هاني لينبود، وكمان دلوقتي حاليا بيتمرن مع كريس بوميستد اللي هو بالكلاسيك فيزيك. طبعا هادي شوبان السنه دي اضخم من السنه اللي فاتت بكتير، وطبعا مش هنتكلم عن الكونديشننج او البوشن لان هاني لينبود هو استاذ في الحاجات دي، فاكيد هيطلع بشكل كويس جدا. اللاعب اللي بعد كده هو العملاق او حامل اللقب 2019 براندون كيري. على كلام عبد الله العتيبي ان هو السنه دي هيكون افضل بكتير من السنين اللي فاتت وانه هيتغير، لكن انا بصراحه يعني خلينا نشوف ان شاء الله. طبعا هو براندون كيري منافس قوي، يعني اكيد هيكون في التوب 3 اذا جه نفس السنه اللي فاتت، لكن بيج رامي هيكون افضل منه بكتير ان شاء الله. اللاعب اللي بعد كده نيك وولكر. نيك وولكر عامل دوشه في السوشيال ميديا بضخامته، ضخم جدا تقريبا. الولد ده عنده 25 سنه 26 سنه، صغير جدا لسه وضخم بطريقه غريبه يعني، او اعتقد ان هو مش ضخم بالطريقه دي، لكن الصور اللي بيدخلها هي بتبينه اضخم من الحقيقه. يعني في صور تلاقيه فعلا ان هو ضخم، صور تلاقيه فيها ان هو عادي يعني مش ضخم بالحجم ده. السنه اللي فاتت اخذ خامس في مستر اولمبيا. طبعا القائمه بتاعتنا يعني يجي للاعب اللي بعد كده اندرو جاك. اندرو جاك اخذ الاي اف بي بي برو كارد السنه دي، يعني السنه دي اول سنه يشارك في مستر اولمبيا. اندرو بصراحه من الناس اللي انا بحبها، شارك في ارنولد كلاسيك اخذ المركز الاول، بس مش فاكر اي نسخه من ارنولد كلاسيك، اعتقد يو كي اخذ المركز الاول ومستريح. اندرو جاك عملاق وضخم، ونوع العضلات بتاعته تحس ان هي دايما ناشفه، عنده اللي هي العمق العضلي بتاعه غريب. فاعتقد في يوم من الايام هنشوف اندرو جاك هو بطل مستر اولمبيا قريب. اللاعب اللي بعد كده باتريك جونسون، اعتقد من اللعبة القوية جدا، وتبع كامل كرو بتمرن مع فريق اكسجين، مش عارف مين بالظبط اللي بيمرنه، عبد الله العتيبي او احمد عسكر. اللاعب اللي بعد كده انطوان اعتقد انه هو كندي بس من اللعيبة الجميلة جدا اللي غير محظوظة في مستر اولمبيا، يعني دايما بيكون اعتقد هو شارك سنتين او سنة وشارك في بطولات كتير، يعني كان غير موفق لان معرفش ليه حجمه يبان قليل جدا وسط اللعيبه المحترفه اللي في مستر اولمبيا. من اللعيبه الجميله جدا، انا بحب شخصيته لانه فاني ولذيذ يعني على السوشيال ميديا. اللاعب اللي بعد كده اكيم ويليام بيتمرن مع عبد الله العتيبي تقريبا على ما اعتقد. طبعا ضخم جدا وعملاق، لكن ما اعتقدش انه هيكون يعني في التوب 5 او التوب 6 في مستر اولمبيا. الدارك هورس، الحصان الاسود بتاع مستر اولمبيا، سامسون دودا اول سنه يشارك في مستر اولمبيا. غريب عجيب يعني بمعنى الكلمه، ده بني ادم تشوفه تستغرب، كان حجمه اقل من كده بكتير، زاد كميه عضلات غريبه صراحه. لو شفت الفيديوهات بتاعته، طبعا انا مش عارف اشغل الفيديوهات، لو شفت الفيديوهات بتاعته ضخامه غريبه. انا اعتقد ان لو جه شخص يعني ينافس في الهيس او ينافس هوني كولمان في عدد مرات مستر اولمبيا هو ممكن يكون سامسون دودا، لكن في السنين الجايه. اللاعب اللي بعد كده هانتر لبرادا جونيور. طبعا ده ابن لبرادا الكبير، انا بصراحه يعني بشوف ان جسمه قليل جدا على الوزن المفتوح، يعني بحس العمق العضلي بتاعه ضعيف شويه. العملاق اللي بعد كده ليان فاليريا. ليان من الناس العجيبه في كمال الاجسام بصراحه، راجل غريب معنى الكلمة. الهين اعتقد ان هو يعني في علاقة نسب بينه وبين كريس بوموستد، يعني هو كان بيمرن كريس بوموستد، واعتقد اخت ليان اخت بوموستد متجوزها ليان او العكس، مش عارف مين اللي متجوز مين بالظبط. لكن هو كان 3 سنين او 4 سنين هو اللي بيشرف على تدريب كريس بوموستد، يعني انت متخيل واحد يكون مشارك في بطولة وفي نفس الوقت بيشرف على لاعب تاني، يعني قد ايه الراجل ده عقله ذري. ليان ضخم بطريقه مخيفه، يعني اعتقد السنه دي هيكون افضل بكتير من السنه اللي فاتت. السنه دي هو يعني زي ما تقول كده ما عندوش ستريس، فهو فاضل نفسه بس، يعني ما عندوش كريس بوموستد نقل لهاني رامبود، فدلوقتي ليان فاليريا هيكون فاضي نفسه، فاضي ان هو يعني يشتغل صح. هو طبعا اعتقد ان الموضوع ده كان عايز يكون وقت معاه كتير، بس هو تقريبا من حوالي شهر ساب كريس بوموستد، فاعتقد ان هو خلاص يعني حط السيت اب بتاعه ان هو يعرف
في الشهرين اللي قبل مستر اولمبيا يعرف يغير من نفسه او ان هو ينزل بحاجه جديده غير السنه اللي فاتت. اللاعب اللي بعد كده شون كلاريدا. انا بصراحه شون كلاريدا مش عارف هو يعني بيعمل ايه في الهجوم المفتوح. شون كلاريدا هو كان طالب من ال 212 للوزن المفتوح واخذ السنه اللي فاتت اعتقد هو حمل اللقب السنه اللي فاتت. شون كلاريدا هو واخد السنه اللي فاتت اعتقد هو واخد السنه اللي قبل اللي فاتت من 2021 هو 2020 2019 كان كمال جرجاني. السنه اللي فاتت ديريك لانسفورد هو اللي اخذ 212. شون كلاريدا قرر ان هو يسيب ال 212 ويطلع الوزن المفتوح. شون كلاريدا قصير جدا يعني اصلا انا مش فاهم هو ازاي هيظهر وسط لاعبيه الوزن المفتوح. فبصراحه انا ما كنتش مقتنع بيه في ال 212 وهو ما زلت مش مقتنع بيه في الوزن المفتوح. اللاعب اللي بعد كده رجان جيرميس. ان شاء الله اكون نطقت الاسم صح. انا مش عارف السنه دي اعتقد ان هو هيعمل اوف سيزون وبعدين هيكمل السنه اللي جايه. انا السنه دي هو مش مشارك هو متاهل لكن ما اعتقدش ان هو هيشارك بنسبه كبيره لان سالناه في دبي ماسل شو قبلناه وسالناه قال ان هو مش هيشارك السنه دي هيشارك السنه اللي بعدها. طبعا هو بيتمرن مع نيلي يودا على ما اعتقد. اللاعب اللي بعد كده اندري باراسيتي. طبعا اعتقد ان هو كويس وكان معظم المرات فليكس ويلر هو اللي مشرف على تمرين لكن ما اعتقدش ان هو يكون منافس لدرجه انه انت تلاقيه مثلا في التوب 5 او التوب 6. اللاعب اللي بعد كده العملاق او يعني انا يعني اللاعب ده انا مش عارف احطه في اي فئه بالظبط. يعني هو المفروض يعملوا له فئه لوحده. رافائيل برانداو لاعب برازيلي من افضل الاجسام اللي انت ممكن تشوفها في حياتك. يعني جسمه غريب عنده تشريح في رجليه وفي باقي جسمه غريب بمعنى الكلمه. لكن هو عنده مشكله ان هو جاي في مرحله بين ال 212 والوزن المفتوح وما تعرفش انت تحطه في اي فئه بالظبط. يعني اذا حطيته في ال 212 هيبان ضخم جدا عن اللي معاه ووزنه برضه. اذا حطيته في الوزن المفتوح تحس انه قليل جدا بالنسبه للاعيبه اللي معاه. فبصراحه بحس ان رافائيل بيتظلم في الموضوع ده لانه يعني السنه اللي فاتت اعتقد او السنه اللي قبلها اللي كان مشارك يعني السنه اللي فاتت ما شاركش طبعا السنه اللي قبلها تقريبا ما اخدش اي نتيجه يعني كان في المراكز المتاخره. اللاعب اللي بعد كده جيمس ذا ال دي ان بادلدر. اعتقد كان اسمه ذا شاد كان حاطط هنا ذا شاد وبعدين غيره. طبعا من اللعيبه اللي هي تعتبر في التير 3 يعني تحت التوب تحت المركز الثامن او التاسع. اللاعب اللي بعد كده انجل كرودرون اسباني. انا اعتقد اللاعب ده خيالي بيطلع بكونديشننج ونشافه غريبه بمعنى الكلمه لكن برضو حجمه قليل اعتقد بالنسبه للوزن المفتوح. يعني اللعيبه اللي انا بعجب بيها جدا في النشافه بصراحه ناشف تحس ان هو منحوت نحت. اللاعب بعد كده جول سيمس. ان شاء الله كنا نطقت الاسم صح. برضو من اللعيبه القويه لكن اعتقد برضو هيكون تحت المركز الثامن او التاسع. اللاعب اللي بعد كده هو بليسنج. طبعا ده بتاع السوشيال ميديا اللي بيعمل دايما مشاكل ودايما خناقات لكن يعني مضحك جدا وفاني. بيتمرن مع جورج الفرح. السنه الاخيره اللي هي سنه 2022 مستواه اتغير كليا وشارك في اكتر من بطوله واعتقد برضو كمان السنه اللي فاتت مش متذكر الاحداث بتدخل في بعضها بطريقه غريبه. لكن بليسنج هو من الناس اللي اتغيرت في فتره كبيره جدا يعني عمل تحول بمعنى الكلمه واعتقد ان هو يعني هو مش هيكون منافس قوي زي ما احنا متوقعين. وبكده نكون خلصنا مجموعه اللاعبين المهمين او اللعيبه القويه جدا في مستر اولمبيا في الوزن المفتوح. طبعا زي ما شفتوا في اكتر من لاعب القائمه معبيه بصراحه يعني نيك وولكر نيسان دي ايشا ما اعتقدش ان هو مشارك. انا حتى ما قلتوش في ضمن اللعيبه لانه اعتقد بنسبه كبيره ان هو مش مشارك. رامي براندون كيري هادي شومان هانتر لبرادا شون كلاريدا راجان جيمس سامسون دودا رافائيل برانداو انجل كولدرون جول سيمس ويليام بونك بليسينج. في لعيبه قويه جدا في لعيبه قويه 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 بمعنى الكلمه. في عندنا اربع لعيبه عرب نتمنى كل التوفيق ليهم ونتمنى كل التوفيق لبيدرامي. ان شاء الله هنشوف بطوله قويه بمعنى الكلمه لكن المشكله ان هي جايه في الادوار النهائيه بتاعه كاس العالم. فان شاء الله باذن الله هنعرف نتابع كل الاحداث. يعني بصراحه دلوقتي ما فيش اي مجال لكمال الاجسام الناس كلها مهتميه في كره القدم وكاس العالم. حتى انا كمان يعني اكتر ماتشات بتابعها ودايما عايزين نشوف الاخبار فما فيش وقت لكمال الاجسام. فبصراحه التوقيت جاي مضروب شويه. دي كانت التغطيه او كانت يعني احصائيه كده سريعه لاهم اللاعبين المشاركين في الوزن المفتوح في بطوله مستر اولمبيا.
ان شاء الله انتظرون في الفيديوهات الجايه. قبل تقريبا حوالي اسبوعين على مستر اولمبيا ان شاء الله احاول انزل اكبر قدر من الفيديوهات بحيث ان انا اعمل لكم تغطيه على اللاعبين المشاركين وعلى التوقعات وعلى الاحداث اللي هتكون جايه ان شاء الله. شكرا لكم وانتظرون في الفيديو الجاي. اخوك يوسف. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديو. طبعا نسيت الحاجات دي لان زمان ما رفعتش فيديوهات. شكرا لدعمكم وان شاء الله انتظرونا في الفيديوهات الجايه. سلام.